كويس. احنا جايين في ستيك اهو، بس احنا عدينا الكوبري اللي هو بتاع الشرق ده، نكمل ازاي؟ اه ما فيش وشك، خش على طول في وشك بقى زي ما انت. يعني اكمل بعد الجبل، بعد ابو جزيره ابو صالح؟ بعد جزيره ابو صالح هتقابل القريه بتاع 50، خد بالك هتخش على طول لحد ما تدخلك عند مصانع الريغه. طيب دلوقتي هو حضرتك اللي بتشرب مخدرات وعايز تتعالج ولا حد معاك؟ لا ده في ناس موجوده معايا، خد بالك تابع ليا بمعنى صح، او بمعنى صح شغالين معايا في المزرعه، بس بشرب مخدرات ايه يعني فظيع. لا لا زعلت الناس مع سلاح، زعلت. زعلت انت يا محمد. لا صالح صالح واقف يا واقف يا ساكت محامي. اه احنا برنامج تاريخي والله. من ايه؟ من هنا انت برنامج تاريخي. جاي مين؟ جاي مين؟ واحد كلمني اسمه محمد وعايز يتعالج. طيب من ايه؟ تعالج من الادمان. طبعا مين انت؟ ايهام سعيد؟ والله طبعا عم اقفل يالا. في واحد كلمني اسمه محمد وعايز يتعالج. معاك رقم؟ منين محمد ده؟ منين هو؟ قال لي بعد الجبل. ايه ده بس انا والله حد اتصل بيه وقال لي انه عايز يتعالج. طب سيبه احنا هنعرف مين اللي اتصل بيه دلوقتي. خش بيه هناك. اه على عوامه. خش ازاي؟ خش بيه هناك. تثبت عليها دلوقتي. بس ايدك ورا. تاكد ما شخصيته بعد كده السهم. بعد كده السهم. اه انت جيت تبع مين بالظبط؟ يا عم والله احنا برنامج تاريخي. انت بصيت على الكاميرا ده شخصيه. بص اسمعني، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا مثلا هاجي هنا اسرع، انا جاي جبل يعني. في هنا مواتير، في تسميت. خد من التليفون كده زمايلك. خد من التليفون كده زمايلك. اسمعني بس اسمعني. سمعت؟ سيبني امشي وانا والله العظيم ما هعمل اي حاجه. لو انت واثق في الناس مش هتفتحش كده. في ايه؟ انت عايزني يا عم؟ ده والله برنامج بعد الناس الغلاب. انا اسمي طريق كده. انا والله العظيم حد كلمني، حد كلمني قال لي انا محتاجك. طب غصب عني. طب مالك؟ خلاص ماشي كده كلام. خلاص احنا هنسيبك تروح، بس لو سمعنا ان انت بلغت ولا اي حاجه جت من وراك هنبهدلك وهنجيبك كده. مش انا مش هبلغ والله. انا اصلا هنجيبك. اسمع اسمعني بس، انا هبلغ ازاي؟ انا جاي اقسم بالله نيتي خير. يعني انا جاي نيتي خير. احنا ما نعرفكش، احنا سيبناك كده بس عشان انت كل كلمه شهدنا لا اله الا الله وشهد والله العظيم. زي ما شفنا مع بعض، حد اسمه محمد اتصل بفريق الاعداد وقال انه محتاج يتعالج، بس للاسف كان شخص غير سوي. رمانا على ناس عرب في الجبل، الناس لقوا ناس دخل عليهم بكاميرات وبالليل مش عارفين اي حاجه. اقسم بالله يعني تعرضنا لبهدله بجد، ضرب واهانه. الناس ما سابتناش غير لما فتحنا الموبايل وريناهم اننا برنامج طريق الخير ووريناهم الكرنيه. ربنا انقذنا لاننا ماشيين في طريق الخير بجد. حررت محضر بالواقع وبرقم الشخص اللي كلمني، والحمد لله ان المكالمه مسجله وموثقه. دايما بحب في كل حياتي اوثق كل حاجه بعملها. دي كانت حلقتنا النهارده. بعتذر لو كنت طولت عليكم، وبعتذر لو كنت قدمت حاجات النهارده يمكن ما تكونوش حابين تسمعوها، بس ما ينفعش نسكت عن الباطل.